موجز لأهم الأنباء من الغد المشرق. أهلا بكم. رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بالزيارة الأخيرة التي قام بها الوفدان السعودي والعماني إلى صنعاء ودعمهما المستمر لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة. وقال أعضاء مجلس الأمن في بيان أن المحادثات مثلت خطوة قيمة نحو وقف شامل لإطلاق النار ومحادثات سياسية يمنية شاملة تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن. ودعا أعضاء المجلس جميع الأطراف اليمنية إلى مواصلة الحوار والمشاركة البناء في عملية السلام والتفاوض بحسن نية. أعلنت وزارة الخارجية عن تحديد 5 مناطق تجمع لعملية إجلاء اليمنيين من مدينة الخرطوم إلى مدينة بورتو سودان، شملت أمدرمان، جبرة والخرطوم، الكلالة، توتي وعربي والسجانة، وكذلك مناطق تجمع أخرى في ولاية الجزيرة. وأوضحت الوزارة بأنه تم تسيير 11 رحلة برية على متنها 100 شخص إلى بورتو سودان مع استمرار عمليات التوثيق والحصر من قبل اللجنة المكلفة في مدينة بورتو سودان استعدادا لإطلاق رحلة الإجلاء الثانية بالتنسيق مع السعودية في القريب العاجل. أعلنت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لهجوم جنوب مدينة نشطون الساحلية اليمنية. وقالت الوكالة في بيان على صفحتها الرسمية بتويتر أن عيرة نارية أطلقت على السفينة، مضيفة أنه شهدت أيضا 3 قوارب على متن كل منها 3 أو 4 أشخاص. صدر قرار رئاسي قضى بإنشاء هيئة عمليات مشتركة مقرها العاصمة عدن تحت إشراف وزير الدفاع، وتم تعيين اللواء الركن صالح علي حسن طالب رئيسا لهيئة العمليات المشتركة، واللواء الركن يوسف الشراجي نائبا لرئيس هيئة العمليات المشتركة. وسيحدد وزير الدفاع مكونات وأهداف ومهام الهيئة ورائحتها التنظيمية، على أن تتبع الهيئة وزارة الدفاع في كل من مهامها وبما لا يتعارض أو يخل بالهيكل التنظيمي لوزارة الدفاع وهيئة الأركان. تمكن اللواء الأول دفاع شبوة من نزع وتفكيك عبوات ناسفة في منطقة الوطأ على الخط العام بين عتق ومدرية نصاب. وأفادت قوات دفاع شبوة أنها تمكنت من العثور على عبوات ناسفة زرعها التنظيم الإرهابي بين مدرية عتق ونصاب، وقاموا بتفكيكها بنجاح، موضحة أن هذه العملية الإرهابية كغيرها من العمليات التي تستهدف القوات الأمنية وكذا الأعيان المدنية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.